احتفل أبناء الجالية السورية في مصر بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع القاهرة بفوز الدكتور بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية، وذلك في مقر البعثة القنصلية بالقاهرة. كلنا أمل بأن يكون الفرج قريب، وأن يكون النصر كبيرا، وأن نحتفل به سريعا. جئنا طلابا وسوريين من جميع أنحاء مصر لنقول نعم لسيادة الرئيس بشار الأسد، ونعم لمسيرة الإصلاح وللقضاء على الإرهاب في سوريا. الفوز يعتبر هو نصر لسوريا ولجيشنا العظيم اللي هلأ عم ينجز إنجازات كتير عظيمة بتحرير المناطق السورية. بس دا أقول كلمة واحدة لهالناس البلدان كلها اللي خوفانين من السوريين ببلادهم، هن السوريين لازم يتشرفوا بالسوريين، لأن سوريا مبروح بلد بيشرفه. مبسوطة كتير إنه أنا عم نحتفل بالقسم اللي حنقسمه للسيد الرئيس بالعهد والوفاء وتجديد الانتصارات، احنا معاه بالمغترب وبسوريا كمان. ان شاء الله اقبال النصر الثاني لما بتتحرر كامل الاراضي السوريه من الارهاب، والله محيي الجيش العربي السوري. هذا العرس الوطني الكبير الذي اكد العالم كله بان الجميع يقف خلف سياده الدكتور بشار الاسد. بدي اقول الف الف مبروك للرئيس بشار الاسد، وبدي اقول له ان شاء الله هيك سوريا بتعمر وسوا كلها بنعمر سوريا. الله محيي الجيش. واكد ابناء الجاليه السوريه أن هذا الانتصار الذي حققه الشعب السوري هو استكمال سلسلة الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على الأرض ضد الإرهابيين التكفيريين. إن شاء الله سوريا نحو الأمام. جايين لهون مشان نبارك للرئيس على الانتصار ونبارك للشعب السوري. أنا سافرت ودشرت الدنيا كلها ورحت انتخبت وبعيات القائد المفدى بشار الأسد بالدم وبفدي بروحي وبدمي. نثبت للعالم كله انه خيار الشعب السوري هو من شعبه من الداخل مو من اي مكان تاني. نعد الدكتور بشار حافظ اسد باذن الله ان اخونا خلف قيادته الحكيمه ببناء سوريا وتطوير سوريا، وخلف جيشنا العربي السوري الذي حمى شرفنا وحمى عرضنا. الجيش العربي السوري رح يضل صامد. مبروك لنا الانتصار، وان شاء الله بنرجع بنعمر الوطن اقوى من قبل. منصورين قوه جيشنا العربي السوري، والله سوريا بشار وبس. عصام سلامه من مقر القنصليه السوريه بالقاهره، الفضائيه السوريه.